الله يطول عمرك. اسلم. وقف الصدقه الجاريه بالبلد الحرام في اطهر بقاع الارض، وقف نشا لمساعده المحتاجين، الارامل واليتامى والمساكين، اشخاص او فئه ما لهم بعد الله لحن. صحيح. لازم ان نساعدهم باللي نقدر عليه. في سهم 150 عنك لليتيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. يا سلام. فيش اسعد واشرف منك بجوار اشرف واطهر خلق الله. صحيح. ثاني شيء في سهم ب 450 عنك وعن والديك. في اسهم عده، لكن اذا ما تقدر على الاسهم بادر باللي تقدر عليه، ب10 ريال ب5 باللي تقدر عليه باللي جود به هناك. صحيح. ترى انت يمكن تشوف انها شيء بسيط لكنها عند الله شيء عظيم. صحيح. وعند المحتاجين. وتدفع بلوى بعض. نعم. تدفع بلوى وتبارك. نعم. لك في مالك وفي حلالك. والله يجزاهم خير كل اللي تبرعوا واللي بتبرعوا باذن الله. احنا متفائلين ومن هالمكان نشكر بصراحه الجمهور، ونشكركم انتم المتسابقين اللي كل اسبوع تتكلمون وتهتمون في موضوع الوقف، وحنا ان شاء الله متفائلين انه سيكتمل قريبا باذن الله. استاذنا القدير عبد الله، يا هلا والله. نرجع ونقول نبارك لك وعلى بركه القعود. الله يبارك. يستاهل. حيوه يستاهل يا جماعه. أنا من المقاطع اللي جاتني أمس وصراحة استمتعت بيضل وجهك صراحة. وجهك أبيض تستاهل الطيب. أسلم. من ناحية الوقف أخوي ماجد كفى ووفى، وأقول بشكل بسيط تصدق لأنك أنت ما تضمن عمرك، بادر قبل أن تغادر. يعطيك العافية. طفل أبو دخيل. لبيك. أبي أطفل بس بيتين عشان الموضوع هذا. أنت تامر. يا بعد حي. يقول تغانم قطار العمر بالخير قبل يفوت. يا سلام.